بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد مبروك من قناة احمد مبروك فيزيكس. هنشرح النهاردة فيرنر كاليبر او بنسميها القدمة ذات الورانية، ونعرف هتشتغل ازاي. يلا نبدأ حالا بعد دلوقتي معانا القدمة ذات الورانية او الفيرنر كاليبر. والفيرنر كاليبر او القدمة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تولز it is used to measure the small distance. يبقى هي عايز تقيس الديستانس الصغيرة بدقة عالية على قد ما تقدر. خلي بالك الدقة دي ممكن تبقى مختلفة من فيرنر كاليبر لفيرنر كاليبر مختلف، يعني القدمة دي مختلفة عن قدمة تانية، ولكن الفكرة هتبقى واحدة. يبقى الفكرة دي هتبقى واحدة اللي احنا هنشرحها، ودي الشكل العام بتاعتنا. طيب انا عايز اقيس اي طول او اي دايمتر او اي لينث، بعمل ايه؟ ممكن اجيب مثلا عندي دبلة وعايز اعرف الرنج بتاعتها او الديامتر بتاعتها قد ايه او القطر بتاعها قد ايه، فهستخدم المكان اللي تحت ده وهحرك الجزء ده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. نبدأ نحركه كده لحد ما يجيب لنا او يضغط على الرنج بتاعتنا. انا هبقى هفترض معاك ان انا واقف في المكان ده بالظبط. شوف انا هقيس ازاي القياس بتاعي واعرف الرقم الصحيح ازاي، وكمان هتأكد من الرقم الصحيح بتاعنا. بداية كده لازم تعرف ان في ارقام فوق وارقام تحت. ايه الارقام دي بقى؟ بص معايا، الرقم اللي فوق ده عبارة عن المليمتر، يعني دي 10 ملي، 20، 30، هو مكتوب 3 4 5 طبعا ده على سنتي، بس احنا دايما بنحسب الرقم بالملي. وممكن لو انا بحل مسألة والمسألة دي عبارة عن اختيارات والاختيارات دي ما فيهاش الا سنتي، ساعتها احول السؤال في الاخر لايه؟ لسنتي. بس انا دلوقتي بشتغل بالملي في الاول. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ الارقام اللي فوق دي 10 20 30 لحد ايه؟ لحد 100 مللي، يعني ال 10 دي عباره عن 100 مللي. والارقام اللي في النص زي ما انت شايف، طالما دي 10 هتبقى دي 5، ودي هتبقى 15، ودي 25، وهكذا. طب عشان اقيس المقاس اللي قدامي ده دلوقتي المفروض اعرف هيطلع كام، اعمل ايه؟ المقاس اللي قدامي ده اول حاجه هبص عليها الصفر اللي موجود تحت، الزيرو اللي موجود تحت، اللي هي ايه بيسموها الورانيه، الحته اللي تحت دي ده الفراكشن او الجزء الكسر من الرقم الصحيح. احاول اشوف الزيرو ده واقف عند كام بالظبط. طب انا مش شايف ده، محتاج اكبر سنه. هنعمل تكبير كده شويه عند الزيرو، وبص كده معايا هيحصل ايه. طبعا هو كاتب لي الاجابه هنا على جنب، هتطلع 38.85. عايزين نعرف الرقم ده هيطلع كده ازاي او بانهي طريقه. اللي هو هنا مشاور، الزيرو هنا مشاور على اشاره قبل الخط ده. طب الخط ده كام؟ والله انا عارف ان ده 40، احنا اتفقنا بالمليمتر ده 40 مللي. هقول تاني معلش، 35 36 37 38، يبقى انا وقعت عند 38 وحته. الحته دي قد ايه؟ هي بالنظر كده قربنا جدا على 39، قربنا، بس هي مش 39 بالظبط. يعني الشرطه دي لو هنطبق على دي كانت الاجابه هتبقى 39 بالظبط، 38 مليمتر وخلصت. لكن هي للاسف الزيرو هنا مرحل سنه صغيره، فانا عايز اعرف هو 38 وقد ايه؟ قد ايه دي اجيبها بقى منين؟ ركز بقى معايا عشان الحته اللي جايه دي هي الجزء اصلا المهم. يبقى اول خطوه عملتها جبت الحاجه اللي انا قيستها واحطها على القدمه او الفيرنر كاليبر واضغط عليها، وبعدين ابدا اشوف المؤشر بتاع الزيرو اللي تحت بيشاور عند كام؟ عند كام؟ هو دلوقتي داخل على 39، لا انا هخليها 38 طالما لسه ما وصلش ل 39. طب 38 وكام؟ الكسر بقى؟ بص معايا الكسر ده هيجي ازاي؟ الارقام اللي تحت دي يا بطل هي عباره عن كسر من 100، يعني دي هتبقى 10 من 100، 20 من 100، 30، 40، 50، 60 وهكذا. خلاص؟ يبقى هتبقى رقم من 100. انا هدور على ايه؟ هدور على اقرب رقم وانا ماشي بالتدريج كده حصل في تطابق بين الخط اللي فوق والخط اللي تحت، لازم يبقى تطابق كامل، يعني ما زادش ولا قل حاجه، تطابق كامل. والموضوع ده ممكن يكون متعب في بعض الحالات لان عايز نظر قوي، فانت هتفضل ماشي كده على شرط مين الشرطتين اللي تتطابق على بعض بالظبط، لا هتقدم ولا هتاخر. لو لمحت كده، لمحت معايا، هوب اهو ادي يا جماعه الشرطه بتاعتنا المتطابقه اللي انا بشاور عليها دي. طب دي ان شاء الله هعرف اجيب منها ازاي دي. بص بقى معايا، هي التطابق ده معناه ايه؟ معنى التطابق ده ان انا واقف عند فين؟ انا واقف عند 85، 85 من 100، احنا اتفقنا هنا دي 80 هتبقى دي 90، واللي في النص بينهم 85، يبقى الاجابه هنا هتبقى فيها 85 من 100. يبقى الاجابه على بعضها كان كام في الاول؟
كان 83، وبعد كان 38 38، وهنا هتبقى كام؟ هتبقى 85%. فالإجابة بتاعتنا بقت 38.85 أو 38.85%. عارف إن هي شكلها كده صعب في الأول، طب نجرب سؤال تاني. ناخد سؤال تاني. أنا دلوقتي هحرك الفيرنال كاليبر. طبعا الفيرنال كاليبر ممكن يقيس حاجات تانية، يقيس القطر الداخلي لو أنا عندي دبلة أو عندي حلقة وعايز أعرف القطر الداخلي مش الخارجي، هستخدم الجزء اللي فوق ده. لو عايز أعرف العمق هستخدم الجزء اللي على اليمين ده في الآخر في الطرف. وطبعا في انواع ديجيتال دلوقتي شغاله كويس جدا في معامل كتيره، ودي حاجه بتبقى كويسه. انا بعمل اي حركه كده بسيطه واشوف مثلا الوضع ده كده يديني كام. طيب انا اللي شايفه هنا من بعيد، انا شايف الزيرو هنا بيقع عند عند الشرط دي كلها. طب دي كام بالظبط؟ نشوف كام دي، كام ملي بالظبط عشان نقدر نتعامل معاها. فالوضع اللي احنا فيه بقى دلوقتي بالظبط، عايزين نعرف المؤشر ده او الرقم ده ممكن يجيب لي كام بالظبط. هتصرف ازاي؟ انا هكبر طبعا. المفروض انت الطبيعي عينك هتقرب قوي عشان تشوف الزيرو هنا عندي كام بالظبط وممكن تتعامل معاه. انا هكبر عشان يبان اكتر. هنكبر لقينا ايه؟ لقينا زيرو هنا، بص كده معايا، احنا قلنا هنا 20 مللي، ادي 21 22 23 وزيرو عدى 23، يبقى انا عندي 23 وكسر. طب الكسر ده كسر كبير ولا كسر صغير؟ اكيد كسر صغير عشان هو قريب جدا من 23. يعني زيرو ده لو كان واقف هنا بالظبط كنت قلت 23 مللي وخلاص. طيب 23 وقد ايه؟ عايز اعرف الكسر قد ايه؟ هروح مدور على اقرب نقطة، اقرب نقطة بالترتيب فيها تطابق. اهي يا جماعة التطابق هنا اهو، شايفينه؟ عندي 20%. احنا اتفقنا الكسر اللي تحت ده 10%، 20%، 30 وهكذا، يبقى 35، 40. طبعا الرقم ده زي ما انت شايف كده بيتطابق عند كام؟ عند اهو ده، عند 20% بالظبط. الشرطة دي معناها ان انا عندي 23 ملي و 20 من 100 من ملي. طبعا 20 من 100 ملي يعني بتتكلم على كام؟ بتتكلم على على 2 من 100، 2 من 10، 2 من 10 هي 20 من 100. الطريقة دي انا طبعا بحاول اشرح لك بالعربي على انجلش عشان برضو لو حد متعود يعني يفهمها بالعربي مفيش مشاكل، يعرفها بالانجلش برضو مفيش مشاكل. طب دي ناخد مثال تالت، وبعدين هوريكم سؤال جه في امتحانات في امتحان قبل كده ونشوف هنحله ازاي لما بيحاول يحور في الاسئله. المهم ناخد حركه تانية، نعمل مثلا حركه كده، اي حركه عشوائيه مش تفرق معانا، ودي من برضو من السؤال الاسئله المهمه. طب من بعيد كده انا شايف ايه؟ انا شايف الزيرو هنا معدي طبعا ال 30 ولسه ما وصلش ال 40، ومعدي كمان ال 35، يعني بعد ال 35 بشرطتين، فانا بتكلم على 37. طب هو قل ولا ازيد عن 37؟ انا مش شايف. نكبر كده شويه. بص لما كبرنا لقينا الزيرو معدي الشرطه دي، احنا اتفقنا ده هيبقى 35 36 37، يبقى انا عندي 37 مللي وحته صغيره. كام بقى الحته الصغيره دي؟ لازم اشوف خطين متطابقين على بعض. دور كده معايا، دور معايا، ده لا يعني هنا فرق بسيط، هنا هو ده. ده اللي ايه الشرطه بتتطابق هنا، عندي كام دي؟ عندي 15، مش دي قلنا 10%؟ دي 15%، عشان كده الاجابه بقت كام؟ 37 مللي و15% من المللي. يا رب تكون واضحه بالشكل ده، انا مش عايز اطول عليك الفيديو قوي لان هو مش مستاهل، القصه مش مستاهله يعني. طيب نشوف سؤال جه في الامتحان، ويا ترى نتعامل معاه ازاي من غير ما نغلط ان شاء الله. انا عارف ان انتوا شاطرين ومش هتغلطوا. ادي السؤال زي ما انتوا حضراتكم شايفين. اوضح بس ايه، اصغر كده السؤال عشان يظهر كله. ده السؤال اللي شفناه في احد الامتحانات، ودي في امتحانات مدارس ستيم كان جايب سؤال بالمنظر ده. بص هو سايب الدنيا عايمه كده وقال لك ده فيرنال كاليبر، وانا عايز ايه؟ عايز اعرف الرقم هيطلع كام، المقاس كام. طيب يا عم ده ايه الوحده اللي انت شغال عليها؟ ما قالش، بس الاختيارات كلها سنتيمتر. يبقى انا برضو ماليش دعوه بموضوع سنتيمتر، هشتغل بره بالمليمتر وبعدين احولها في الاخر لسنتيمتر. طب اشتغل ازاي بقى مليمتر عشان ما اتلخبطش؟ بص معايا، المفروض التسعه دي هي 90 مليمتر، واللي قبليها هنا هتبقى ناقص واحد عليها، يعني المفروض هتبقى ايه؟ هتبقى 89، بعديها 88، بعديها 87، بعديها 86. يبقى الزيرو معدي 86 بحته صغيره. 86 ايه يا جماعه؟ 86 مللي. يبقى انا عندي 86 مللي وحته وكسر. طب فين الكسر ده بقى؟ والله قبل ما اقول الكسر وانت بصيت كده بعينك يبقى الاجابه هتبقى اول اختيار. يبقى اول اختيار هي اجابتي اصلا، فكده كده هي باينه هتبقى 86 مللي وكسر. طب اتاكد من الكلام ده، انا عايز اتاكد، معلش مش هقدر اكبرك اكتر من كده.
او لو كبرت يعني هتبقى مزغلله شويه، بس ركز معايا في الشروط اللي متطابقه اهي. الشرطه دي يا جماعه دي المتطابقه. طب دي كام يا جماعه؟ ما احنا عارف اتفقنا ده 50 من 100، يبقى اكيد هنا دي 40، دي 30، دي 20 من 100. يبقى انا المفروض هجمع الرقمين مع بعض، بس كل ده من ملي، انا شغال بالملي. هجمع 86، نجمعهم كده على الكالكوليتر معايا. ادي يا جماعه الكالكوليتر بتاعتنا، انا بس بحركها كده سنايه صغيره عشان نشوف. هنجمع ال 86 ملي، هنجمعها مع مين بقى؟ اتفقنا على 0.20 ملي، ماشي. احنا اتفقنا هنا 20، احنا التطابق هو يا جماعه عند 20 من 100 ملي. طيب يساوي كام الرقم ده؟ هيساوي الرقم ده طبعا، الرقم ده هحوله هيطلع لي 86.2 ملي متر. طب انا عايز احولها لسنتي، احولها لسنتي ازاي؟ احول الملي لسنتي ازاي؟ طبعا ببساطه اقسم على 10. يبقى ممكن نقسم الكلام ده على 10، يطلع لي الاجابه دي. اشوف بقى الاختيار، هو دي الاجابه الصحيحه 8.62، وطبعا هي اول اختيار. عارف ان هو سؤال ممكن يكون تافه او طلبه كتير، بس طلبه سنه اولى بالذات الكلام ده مهم ليهم. ازاي تستخدم الفيرنال كاليبر بطريقه ما فيهاش صعوبه قوي، وازاي يعني تطلع منها الاجابه بس بوقت قليل من غير ما تاخد وقت. ده كان سؤال من اسئله امتحان السنه اللي فاتت في مدارس ستيم. يا رب يكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.